اوه يا ويلي، والله الجو بارد كثير كثير، لازم اطلع من البيت مالتي لان الجو بارد كلش كلش. خلي اغلق النافذة. اوه النافذة ما تنغلق. اوف والله اني متورط الحين، الجو بارد كثير واني بصراحة ما عندي شيء اتدفى بي. اوه خلي اختبئ تحت البطانية. اوه ما يصير. يا ويلي الحين شو اسوي اني؟ اوه اجت لي فكره، خلي اروح لصديقي صاحب بيت الايميرالد اقول له يساعدني ويعطيني شويه حطب حتى شويه اتدفى بي. اوه يا ويلي يلا يلا، خلي اروح لصاحب بيت الايميرالد اقول له يساعدني. اوه والله الجو بارد كثير كثير. اوكي اوكي خلي اروح له. السلام عليكم صديقي، صديقي افتح الباب. اوه يا ساتر، منو بالباب مالتي؟ اني جارك صاحب بيت الديرت. هو لا لا انت مو جاري، انقلع منا لا تصل بالشرطة. يا عيال والله العظيم الدنيا باردة كثير كثير. اوف خلي اراقب هذا شنو جاي يعمل. ايوه اخيرا. اوه لحظة خلي اغلق النافذة. شوفوا اني النار الاسطورية اللي عندي، والله العظيم هاي احلى نار. لحظة لحظة خلي اراقبه اشوف شنو جاي يعمل. لحظة اوه عنده نار هناك موجودة. لحظة هذا منو موجود بالنافذة؟ اوه خلي اهرب. هاي يا غبي شنو تعمل هنا انا؟ يوف يا ويلي الحين شنو اعمل اني يا عيال؟ والله الجو بارد كثير كثير كثير. خلي اعدل السرير مالتي. اوكي يا عيال اوف يا ويلي والله العظيم السرير هذا مالتي دمرني. اوه يا ويلي. اوف خلي اروح لشخص يساعدني، والله العظيم الدنيا باردة واني بصراحة جوعان ايضا. خلي اشوف عندي شيء اشعله بالفرن. لحظة اعتقد يصير اشعل هذا. لحظة لا والله ما يصير، خلي اجيب لي خشب، والله العظيم الدنيا باردة كثير. يلا يلا يلا. هاي 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 تعال يا صديقي. لحظة هذا منو يتكلم وياي؟ تعال تعال انا هنا أنا موجود، عندي شغلة راح تفيدك. ها؟ انت منو؟ تعال يا اوغا تعال. لحظة لحظة اني ما اثق بهذا الشخص. اوه بس خلي نحلل هذا هاي الخشبة. اوكي ونخليه هنا. يا ساتر شنو اعمل الحين؟ لحظة لحظة. اوكي اعتقد كذا ما يشتغل الفرن. اوف يا ويلي والله العظيم ورطها يا شباب ويا بن. اوكي خلي نكسر السرير. اوكي نخليه بهذا المكان ونرجع الديرت. ما يشتغل الفرن ليش؟ اوكي والله ورطة هاي. تعال يا اوغا عندي فاير، عندي نار. نار اوكي يلا يلا خلي اروح لهذا الشخص باسرع وقت. تعال يا اوغا تعال، انت ليش حزين يا ساتر ليش حزين؟ ها بصراحة اني جوعان ومثل ما تشوف الدنيا جاي تمطر والجو بارد. اوه والله انت مسكين يا صديقي، شوف اني عندي هنا نار اسطورية، شنو رايك تبقى يمي حتى تصير الجو حلو واسطوري؟ ها؟ طيب انت شنو تعمل هنا؟ اوه اني هنا أنا اعيش داخل هاي الخيمة، بس شوية شعلت النار حتى اتدفى لان الدنيا صارت باردة. طيب طيب شكرا لك عمو لان ساعدتني، راح اخذ النار الي هاي. لا يا غبي شنو، حسبي الله عليك، غلقت النار الله لا يوفقك. بالغلط والله العظيم بالغلط. شوف والله العظيم راح تندم يا اوغا. وشوف اوه خلي اهرب. تعال يا جبان والله العظيم راح تندم. يلا يلا خلي اهرب. يلا يلا خلي اقفل الباب. وهاي البيضة ما اريدها. اوكي خلي ارمي البيضة. تعال يا فاشل. يا عيال خلي انام وان شاء الله ما يمسكني. خلي اغلق النوافذ. يا غبي تعال اطلع. يلا خلي انام. نم 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 نم. واخيرا قعدت من النوم، والله نمت نومة اسطورية. اوكي الحمد لله والشكر شبعت اني من النوم حاليا. اوه والله السرير مالتي كلش كلش مريح. اوكي خلي افتح النوافذ. هاي انفتحي يا نوافذ، والله الدنيا صارت حارة. خلي افتح النوافذ يا عيال، ليش ما تنفتح؟ يا ساتر انفتحي يا نوافذ يا غبية. اوكي واني اقول شنو السبب الجو حار بالبيت مالتي؟ والله نسيت اغلق النار وانام. واو اوكي الحمد لله والشكر اني بالليل عندي مدفأة اسطورية اللي هاي مال الحطب، والمدفأة الثانية اللي هي هاي. اوكي خليني اغلقها ونروح للعمل. يلا يلا خلي اروح للعمل، والله اني كلش كلش محظوظ عندي بيت مال ايميرالد. مثل ما تشوفون البيت مالتي كله من الايميرالد.
الإميرالد. شوفوا جمال الإميرالد يا عيال. أوكي خلينا نتناول الطعام. أوه لحظة، شكلي ما أقدر أتناول الطعام، أنا لازم أروح للعمل بأسرع وقت. أوكي ما أقدر أسوي طعام يا ويلي، خلينا نروح ناخذ الأغراض مالتي. وين أغراضي؟ أوه هذا الدايمود مالتي، خلي أخذ لي 3 بلوكات دايمود ونحللهن وبعدها راح أروح للعمل. إيه والله راح أروح اليوم للعمل. يلا أخذ الملابس مال العمل. لا ما راح اخذ هاي القبعه وهاي الستره لان الدنيا ما جاي تمطر مثل ما جاي تشوفون. واخيرا اوه هذا الجرس مال الانذار، اذا حرامي يحاول يسرق البيت مالي راح يشتغل. سمعوا الصوت، سمعوه. اوه والله ما حد يقدر يسرق البيت مالي. يلا يلا خلي اروح للعمل اني يا عيال. هي هي صديقي صديقي تعال. اوه لحظه، منو هذا؟ منو؟ هي انا وراك يا غبي. أوه. شنو هذا الصوت؟ كل شوية يتغير. اوه تعال يا صديقي تعال، عندي شغلة راح تفيدك. اهلا السلام عليكم عمو، شلونك؟ اوه تعال يا جبال لا تختبئ، أنا ما اسوي لك شيء. طيب بس خلي اقترب من عندك، شنو جاي تعمل هنا؟ اوه يا ويلي والله يا صديقي أنا محتاج مساعدة. اوه تحتاج مساعدة؟ طيب شنو تريد من عندي؟ اوه الله عليك اعطيني دايموند ايميرالد، لان انا سمعت يقولون انه انت صاحب بيت الايميرالد الاسطوري، صحيح؟ اوه طبعا صحيح، انا صاحب هذا البيت الاسطوري، بس ما راح اساعدك لان انا ما اعرف منو انت. طيب طيب يا صديقي، تعرف هذا صاحب البيت مال ديرت الفاشل مو؟ ها؟ هي اعرفه هذا اوجل المسكين، والله العظيم اجالي بالليل يريد مساعده وطردته. ما اساعده اني لان اني اكره اوجا. طيب طيب يا صديقي، انت تعرف انه اوجا هجم علي وحاول يقتلني مو؟ ها لا اوجا مسكين ما يعمل كذا شغلات خطيره. لا والله العظيم قل طف النار مالتي وخلاني ميت من البرد بالليل. اوه والله مشكلتك، عبالي صاير شيء. تعال تعال يا صديقي تعال. طيب شو تريد من عندي؟ شوف اذا سرقت البيت مال اوجا وفجرته بتي انت راح اعطيك 10 دايموندات. هو انا ما اريد دايموند يا غبي، والله العظيم راح تندم. هو انت راح تندم. خلي اروح للعمل مالتي، والله العظيم عبالي صاير شي. اوكي بس انا ما اثق بهذا الشخص، والله العظيم ما اثق بي. اذا تعرفون منو هذا كتبوا لي. او لحظه، او شنو هاي؟ اذا تعرفون منو هذا الشخص الغريب كتبوا لي بالتعليقات. يلا يلا خلي اروح للمحطه مال القطار واخذ العربه او القطار واروح للعمل مالتي، لان بصراحه تاخرت اليوم كثير، احتمال المدير يطردني. يلا مو مشكله، بس مثل ما تتذكرون انا شوفتكم الجرس مال الانذار بالبيت مالي، اي واحد يحاول يسرق بيتي راح ينكشف ان شاء الله. يلا خلينا نصعد بالقطار. أوه ناخذ هنا نضغط على الزر. اوه اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو الى العمل. يا ساتر هذا الغبي، قلت له يساعدني وما يقبل، والله العظيم راح اسرق البيت ماله واخليه يصير فقير مثلي. يا شباب ويا بنات يلا يلا خلينا نروح نسرق البيت. اوه يا ساتر هذا عنده جرس مال انذار. اوه لحظه لحظه خلينا نتاكد نشوف. اوه حلا والله، هذا شنو؟ اوه عنده جرس مال انذار وعنده ليزر داخل البيت. ها اوكي اوكي فهمت. اوه لازم اشوف لي طريق ادخل من عنده يا عيال. يلا 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 خلي نشوف لنا طريق. لحظة هذا منو؟ اوه ما شافني، فرصتي فرصتي. ها اوكي اوكي يلا يلا خلي نشوف لنا طريقة من هنا ندخل مو؟ اوه نصعد من اوه اصعد يا غبي اصعد. اوكي هاي شنو؟ هاي الشواية او المشواية. اوكي اوكي لحظة خلي نكسر النافذة. يلا يلا اوه كسرتها، هلا والله. اوكي اوه ما صارت، لحظة 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 لازم اعيدها. اوكي هاي النافذة. اوه يا ويلي شو راح اعبر؟ اوه عبرت ما صار. اوه لازم ادخل من النافذة. اوه يا ويلي اوكي اوكي يا عيال لازم ادخل، لازم اوه لازم نجيب لنا بلوك الديرتشي، نجيب هاي السلة. اوكي نخليها بهذا المكان باسرع وقت. يلا يلا يا ويلي اوكي هاي نخليها هنا نصعد من شلون اصعد؟ اي يا ويلي والله العظيم صعبه، لازم ندخل باسرع وقت. اي هلا والله دخلت. اوه اذا المس هذا الجهاز شنو يصير؟ لحظه 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 يا ويلي يا ويلي اوه هذا ليزر حارق، شنو صار؟ اوكي لازم اوه صندوق دايموند. يا ساتر
شباب شوفوا، اذا نجحت اني بهاي السرقه اريدكم كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات، واذا ما نجحت بالسرقه لا تحطون لايك. اوكي يلا يلا خلي اصير المجرم الاسطوري، ولازم انتبه من الليزر، لازم انتبه. اوكي عبرنا العولة الحمد لله. ها اوكي من وين اروح؟ يا ساتر من وين اروح يا عيال؟ اوكي من وين اروح؟ لازم انتبه. صندوق، هلا والله هلا والله. يا دايموند، هلا والله. هاي كلها راح اسرق. هاي شنو داخله؟ دايموند. لازم انتبه، لازم انتبه يا عيال. تعال يا دايموند. اوكي لحظه يا عيال، لحظه. شلون؟ تمام. يا رب تضبط. والله رديت اموت يا عيال. اوكي يا ساتر، لازم انتبه يا عيال، لازم انتبه. اوكي اوكي يلا صارت الشغله خطره. لحظه، يصير اغلقه وما ينغلق يا عيال. ضحيت باثنين دايموند. اوكي نكسر هاي الطاوله، خلينا نعبر من تحت. لحظه يا عيال، والله العظيم الليزر كلش خطير. من انا اقدر اعبر؟ مو لحظه خليني اتاكد. عبرت يا عيال. اوكي بس خليني اكسر هاي. عبرت الحمد لله والشكر. يلا نكسر هاي ونكسر هاي، خلينا نشوف. والله عبرت الحمد لله. صندوق الدايموند، هلا والله. اوكي نجحت بعمليه السرقه. يا ساتر. اوكي هذا اذا احللك كم راح يعطيني؟ هلا والله بالدايموند الرهيب. يلا خلينا نسرقها ونهرب باسرع وقت. اوكي خلينا عبر من هنا. والله من الطريق. لازم انتبه يا عيال، لازم انتبه. عبرت الحمد لله والشكر، هلا والله. اوكي الحمد لله نجحت بعمليه السرقه. اوكي خليني اغلق الباب باسرع وقت. وين النافذه؟ هاي النافذه. يلا اوكي خليني اغلقها بهذا الشكل الغبي. انغلق يا غبيه. تمام. هسا نرجع هاي السله لمكانها حتى ما حد يكتشف اني شلون سرقتهم. اوكي يلا بعد وحده. هاي نرجعها هنا. هلا والله نجحنا بعمليه السرقه. يلا خلي اهرب باسرع وقت من المدينه وان شاء الله ما يكتشفوني. ها يلا ليتس جو، خلي اروح اهرب يا عيال. نجحنا بعمليه السرقه وصرت غني. بس لا تنسون اني تحديتكم تحطون لايك واشتراك، اريدكم توفون بهذا الوعد وتوصلون المقطع كثير لايكات. يلا ليتس جو. واخيرا وصلت اني للمكان هذا. واو طبعا اني حصلت لي عمل كلش حلو، وان شاء الله راح احصل من عنده دايمود وإميرالد وشغلات رهيبه. يلا يا غبي تعال. يا ويلي، هاي الاميره مال القلعه، هاي الاسطوريه مثل ما جاي تشوفون. واو والله القلعه عملاقه، بس شنو هاي القذاره الموجوده هنا؟ تعال يا غبي. يا ويلي، اهلا سيدتي الاميره، شلونك شخبارك؟ اسمعني يا غبي، انت من اليوم راح تشتغل عام النظافه بالقلعه مالتي، سمعت؟ اوكي سيدتي الاميره، ان شاء الله راح اشتغل خادم او عامل مال نظافه بهذا المكان. بس اول مره كم دايموند راح تعطيني؟ اني ما اشتغل بدون مقابل. اسمعني، اني الاميره الغنيه، عندي كثير دايموند، فانت مستعد تشتغل معاي مقابل هذا الراتب يوميا؟ تعطيني كل يوم صندوق مثل هذا؟ واذا تريد اعطيك اكثر. يا ساتر، والله اللي كنت احلم به حصلته. لحظه، كم دايموند؟ اوكي لحظه، 16 دايموند و11 ايميرالد، يعني مو اذا تريد اعطيك هذا الدايموند والايميرالد مقابل كل يوم تيجي تشتغل عندي بالقلعه. اوكي اوكي سيدتي، اني موافق والله العظيم. واو راح اصير غني. يلا بدي بالعمل. طيب شنو المطلوب من عندي؟ اسمعني، اريدك تنظف هاي القلعه كلها، وتنظفها وتغسلها وترجعها جديده. اوكي يعني سيدتي، وهاي المدافع والقنابل واللافا وين اوديهن؟ خليهن بالمخزن. طيب وين المخزن؟ المخزن هناك موجود. اوكي هنا انا موجود يعني مو؟ طحت بالحفره. لا اوكي يا عيال، لا يا ساتر. ولك يا غبي، انا قلت لك انتبه. طحت بالحفره مال هاي.
يلا يلا بس خليني اكسر هذا الكوب. والله العظيم ورطة هاي كبيرة. اوكي طبعا يا عيال والله العظيم راح نحصل شغلات اسطورية بهاي القلعة. يلا يلا مو مشكلة مو مشكلة، بس خليني اكسر هذا الكوب الغبي. والله لو عندي سيف كان ما راح اطول هالقد. يلا 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 اوكي يلا انكسرت انكسرت، ما بقى شيء ما بقى شيء. اوه انكسرت. اسمعني يلا بدي بالعمل. اوه هذا شنو هذا شنو يا عيال؟ هاي متفجرات. واو قالت المخزن موجود من نانا. اوكي او واو والله شنو هذا من مخزن. يلا يلا هاي شنو هذا؟ واحد ميت هنا. سيدتي سيدتي الأميرة اكو واحد ميت فوق. مو مشكلة يولي الله لا يوفقه. ليش يا ساتر شكو؟ هذا خائن خليته يشتغل قبل اسبوع بالقلعة وسرقني وقتلته. قتلتي؟ اي وانت اذا تسرقني او تسوي شيء مو حلو راح اعاقبك. اوكي سيدتي بس اذا تسمحي لي اروح للبيت اودع ماما وبابا وزوجتي حتى اذا لا سمح الله متت ما راح يشتاقوا لي. يلا روح ودع اهلك وتعال اشتغل بسرعه. اوكي والله ورطة هاي، انا جيت اشتغلت مع اميرة خائنة قصدي اميرة شريرة. شنو قلت؟ لا سيدتي انت الاميرة المحبوبة الجميلة. اوكي يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي اوه هذا شنو اللي ببطني؟ لحظة خلي اوخره لحظة. اوكي يلا يلا بسرعة بسرعة خلي اروح للبيت مالتي. يا شباب ويا بنات اجيب الملابس مالتي مال العمل. طبعا لازم البس ملابس العمل حتى ما يتسخن ملابسي. هاي هاي يا صديقي تعال يا اوغا. يا ساتر ما يتخلوني اشتغل، شنو تريد من عندي؟ يا اوغا عندي خبر الك كلش حلو وخبر حزين. ها؟ وشنو الخبر الحلو والخبر الحزين؟ الخبر المو حلو او الحزين انت راح تدخل للسجن. ها؟ ادخل للسجن؟ يا ساتر ليش انا شنو عملت؟ اوه شنو عملت؟ والخبر الحلو انه انت سرقت البيت مالي. ها؟ لا والله العظيم أنا ما سرقتك، أعوذ بالله استغفر الله أنا ما أسرق. أوه ما تسرق مو؟ يعني عبالك هاي الحركات تمشي علي يا أوغا؟ تجي وتتسلل بالليل وتدخل للبيت مالي مال الإميرالد وتسرقني وعبالك أتركك لحالك؟ والله العظيم حرام عليك تتهمني باطل، أنا ما سرقتك والله العظيم. والله مو أنا سرقتك. أوه يا ويلي هاي دموع التماسيح مو علي يا أوغا. يعني شنو سرق من عندك؟ أريد أفتهم. اوه ادخل للبيت وشوف، اكو واحد يمكن انت دخلت البيت مالي وسرقت كل الاغراض وعطلت الحماية مالتي، اكو حماية مال الليزر اكو بيها ما تشتغل، تعطلت. طيب شنو يثبت اني اللي سرقتك؟ جاوبني. ها انت جاري وهذا بيتك هنا وانت فقير واني غني، اكيد تغار من عندي وتسرقني. لا والله العظيم مو اني سرقتك، اني اصلا كنت بالقلعه مال الاميره، راح اشتغل عندها وتعطيني كل يوم 16 دايموند و11 اميرالد. اوه واو الله يوفقك، بس لحظه شنو يثبت كلامك صحيح انه انت ما كنت موجود بالمنطقه هاي؟ تعال اسال هذا الموجود هنا أنا بالخيمه، تعال خلينا نساله. هاي جاري اطلع من الخيمه مالتك. وين راح؟ هذا وين راح؟ اوه يا اوغا هاي الحركات مو علي. والله العظيم اكو واحد كان بهاي الخيمة موجود. لا يكون هو اللي سرقني. اي والله شكله هو اللي سرقك لان هو ما موجود، هو ما عنده بيت ولا عنده دايموند ولا ايميرالد، اكيد يمكن هو اللي سرقك. اوه طيب طيب يا اوغا انت تعرف وين يختبئ هو؟ والله انا ما متاكد بس سمعت يقولون انه هو يعيش هنا ومرات يروح للبيت مال الدجاجه يختبئ بيه. اوه بيت الدجاجه؟ اي يمكن موجود ببيت الدجاجه. طيب طيب خلاص راح اروح واتاكد بنفسي، واذا طلع هو اللي سرقني راح اعتذر من عندك واعطيك جائزه، واذا طلع هو مو سارق راح اتصل بالشرطه ويسوون تحقيق والحرامي راح ينمسك، واذا انت الحرامي راح تتورط. اوكي مو مشكلة، يلا يلا أنا حتى ملابس العمل ما راح البسهن، راح أروح للعمل مالتي بدون الدروع الأسطورية، يلا يلا خلي أروح للعمل وإن شاء الله هذا الشخص يمسك المجرم اللي سرقه، يلا خلي أروح للعمل.
يا ويلي، معقول هذا أوغا ما يسرقني؟ والله أني أشك بأوغا كثير، بس أني ما راح أتهمه لأن بصراحة ما عندي دليل عليه. راح أروح لهذا البيت مال الدجاجة وأتأكد إذا دايمود موجود هناك، يعني هذا الشخص الفقير اللي هنا صاحب الخيمة هو اللي سرقني، وإذا ما موجود دايمود عنده يعني هو مو سارق. أتصل بالشرطة. يلا يلا، على الأقل وصلنا للبيت مال الدجاجة. هلا والله. أوكي أوكي يا عيال، والله العظيم أني متحمس أكثر من عندكم. يلا مو مشكلة، خلي نروح البيت الدجاجة. ويه أوه يا ويلي، والله بعيد البيت بس مو مشكلة، انفتح يا بابا. أوكي يلا يلا، وصلنا وصلنا البيت الدجاجة يا عيال. أوكي أوكي، هاي هاي يا ساتر، انفتح يا باب. وأخيرا وصلت البيت الدجاجة، خلي نشوف ينفتح. أوه ما ينفتح هذا. هاي هاي يا صديقي، يا صديقي تعال تعال، عندي موضوع مهم. أوه يا ساتر، نعم نعم، شو تريد من عندي؟ اهلا وسهلا، شكلك انت صاحب بيت الاميرالد مو؟ اوه اي طبعا انا صاحب بيت الاميرالد، ما تشوف عيوني خضراء وملابسي خضراء جميلة. اوه ما شاء الله ما شاء الله. طيب طيب، انا سمعت يقولون انه البيت مالك انسرق. ها اوكي، شنو رأيك اقول لك منو اللي سرق البيت مالك؟ ها اوه، ومنو هذا اللي سرق البيت مالي؟ والله العظيم راح اعاقبه. طيب طيب، ادخل هنا البيت الدجاجة، ادخل، فتحت لك الباب وراح تلقى اللي سرقك. والله العظيم هو في جبانه يختبئ هنا. اوه يعني جبانه يختبئ هنا؟ اي اي، ادخل له وشوف، ادخل. يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ويلي، وعليكم السلام. والله انا اسف بعد ما عيدها. وش شنو ما تعيدها؟ انت اللي سرقتني مو؟ ها؟ لا لا لا، انا اقصد ما عيدها، كنت العب ببجي موبايل. اوه هاي الحركات مو علي، انت اللي سرقتني؟ لو لا والله العظيم اذا ما تعترف اجيب الشرطة عليك. ها؟ اجي اجي اجيب الشرطة؟ طيب والله العظيم انا سرقتك، انا اسف والله العظيم بعد ما عيدها. اوه انت ما تعيده، شنو هالحركات؟ اسمعني، انت سرقتني ولازم تاخذ جزائك العادل، وراح تدخل للسجن ان شاء الله. اوه والله انا اسف بعد ما عيدها. اوه وين الدايمود مالي؟ ما عندي دايمود، ما رجعه. اوه ما ترجعه مو لحظة. اوه صندوق، هلا والله. يا ساتر، كمية الدايمود الرهيبة اللي انت سرقتها من عندي. خلي اخذ الصندوق مالي وراح اتصل على الشرطة يعاقبونك. ها؟ لا لا تتصل على الشرطة، الله عليك والله بعد ما عيدها انا اسف. لا لا لا، ضروري اتصل على الشرطة. صديقي صديقي، اتصل على الشرطة حتى يدخلون السجن، لان هذا كذاب ونصاب اكثر من مرة يسرق بالمدينة. انا بريء انا بريء. اوه انت مو بريء، انت مجرم، راح اغلق عليك الباب. وين الباب؟ ويرز ذا دور؟ اوكي اوه شكله هنا. اوه هلا والله، غلقت الباب. هاي هاي افتح الباب. لا 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 لا، لا تفتح للباب يا صديقي، هذا راح ياخذ جزاء العادل، واني اشتغل مع الشرطة وراح اتصل عليهم ويعتقلون ان شاء الله ويدخل للسجن. ها ها. اوه يا ويلي، يعني انت شرطي؟ اي طبعا اني شرطي. اوه يا ويلي اني بريء. اسكت انت يا جبان. يلا خلي اخذ الصندوق مالتي يا عيال. اوه يعني اني ظلمت اوغا، والله مسكين اوغا، اني اتهمته باطل. شباب بنات، شنو رايكم اعطي هاي الهديه الدايمود اللي عندي كله لصديقي اوغا؟ لان اني ظلمته بصراحه، ومثل ما تعرفون الاعتذار يعني بالعكس الاعتذار كلش كلش حلو. يلا مو مشكله، خلي اروح لصديقي واعتذر من عنده. اوه يلا يلا، خلي ادخل للبيت مالته يا عيال. اوه اي انفتح يا باب. اوكي خلي ادخل. ها اوكي اوه يلا، دخلت دخلت دخلت، راح اعطيه اخليه الى هنا. يلا مو مشكله، لان مثل ما تعرفون الاعتذار كلش حلو. يلا اني اسف يا اوغا، وهذا الدايمود كله لك اللي بالصندوق. يلا اني خلي اروح للعمل يا عيال. اوكي خلي اروح للعمل للمدينة الثانية واحصل كثير فلوس حتى اعوض الخسارة مالتي اللي اعطيتها لاوغا، واني ما اعتبرها خسارة، اعتبرها اعتذار يا عيال. يلا ليتس جو. اوكي اوكي يلا، وصلنا وصلنا يا عيال الى منطقة او غرفة المشتركين. اوكي خلي نروح باسرع وقت، والله من زمان ما جايين هنا، بس اني اعتذر من عندكم شوية، عندي دراسة. اوكي يلا يلا، وي انفتح الباب غرفة المشتركين. بسم الله. اوكي وين الكهرباء؟ اوه اشتغلت تمام. طبعا اليوم راح نكتب اسم واحد من المتابعين الاساطير، كاتب لنا افضل تعليق، كتبنا تعليق حلو يا عيال، خلينا نبوس اول مرة التعليق ماله.
قح احلى بوسه. اوكي كتب افضل محتوى هو محتواك اخوك من تونس. منو اللي كتب لنا التعليق؟ صديقنا احمد. اوكي احمد من تونس كتب لنا تعليق كلش حلو، وكل تعليقاتكم حلوه يا عيال. اوكي لا تقولون بس هذا حلو، كلكم حلوين. خليني اكتب اسم صديقنا حمودي او احمد. وين دايموند؟ او وير از ذا دايموند. اوكي نجيب الدايموند ونجيب هاي شوي نزود الاكس بي مالتي. اوكي يلا يلا يلا. اوكي خلاص نكتب اسم صديقنا احمد من تونس. احمد اوكي بالعربي، نكتبه بالعربي افضل. احمد من تونس يا عيال، الف الف مبروك صديقنا احمد من تونس، دخل اسمه في غرفة المشتركين الرهيبة. فاذا تريدون اسماءكم تدخل بهاي الغرفة الاسطورية وتطلع بالحلقة القادمة، كل اللي عليكم هسه يا عيال تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون تعليق حلو حتى نكتبه بالحلقة القادمة. ويلا بينا خلي نروح حاليا الى منطقة اسماء، او شنو منطقة اسماء، منطقة اعلام الدول الاسطورية. شوفوا بهاي الطريقة راح اطلع. اوكي اوكي يلا يلا. اوه وصلت باسرع وقت، تشوفون بسرعة. اوكي خلي نجيب العلم مال الدولة الاسطورية. اليوم عندنا علم دولة عربية اسطورية ان شاء الله راح تعجبكم. مثل ما تشوفون منطقة اعلام الدول. طبعا نقول بسم الله. اوكي بسم الله. طبعا ما نسيت المنطقة مال صور المشتركين، بعدني جاي اشتغل عليها، يحتاج شوية شغل كثير. فاوكي مثل ما تشوفون بالحلقات السابقة سوينا اعلام الدول هاي، العراق والكويت السعودية قطر المغرب تونس الامارات سوريا فلسطين مدري السودان البحرين اليمن موريتانيا سلطنة عمان دولة اوغا دولة اوغا. اوكي اللي مشيت عليه يكتب لي بالتعليقات هاي صورتي. هنا أنا علم الجزائر، هنا علم فلسطين مدري السودان، اعتقد هاي فلسطين وهاي السودان. اوكي اليوم راح نضيف علم دولة اسطورية، وبصراحة كثير متابعين يكتبوا لي بالتعليقات يا اوغا ليش ما تضيف علم دولة مصر؟ الف الف مبروك لحبايبنا في جمهورية مصر العربية، ضفنا علم دولتكم ان شاء الله. فلا تنسون يا عيال مثل ما شفتوا. خلينا نطلع من لا. اوكي فلا تنسون يا عيال مثل ما شفتوا اللي اريده من عندكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبوا لي بالتعليقات اشياء حلوه او افكار حلوه حتى نسويها بالحلقات القادمه. واللي يريد يحصل على هاي المودات الاسطوريه الماينكرافت الجوال وماينكرافت الكمبيوتر يدخل للوصف، راح يلقى الرابط موجود بالوصف، اسم الرابط موقع اوغا، دخلوا عليه وراح تلقون كل المودات هاي الاسطوريه، وايضا حتى ماينكرافت الجوال وماينكرافت الكمبيوتر موجوده بالموقع. وما حب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامه، باي باي. Bye.